أنا اسمي زينات عبد الهادي الكرمي، كاتبة أدب طفل ومؤلفة قصص للأطفال ومؤلفة مناهج تعليمية للغة العربية لغير الناطقين بها. اشتغلت بداية كنت في سلك التعليم، يعني وعندي شغف كتير كبير في سلك التعليم، وتدرجت في كل المراحل، يعني من تعليم، لأن أنا علمية أصلاً، فتدرجت من تعليم العلوم والرياضيات، بعدين انتقلت لتعليم العربي والصفوف الصغيرة المرحلة الأولى، واندمجت معها كتير، وشاركت من خلالها في تأليف وفي المناهج. أهلاً ومرحباً بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفتي لهذه الحلقة السيدة زينات الكرمي. بداية يسعد مساك. أهلاً وسهلاً فيك. كل تسأل في البداية ست زينات، حضرتك صاحبة دار الزينات للنشر والتوزيع وبالتحديد في عمان، تعرفيني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. أنا اسمي زينات عبد الهادي الكرمي، كاتبة أدب طفل ومؤلفة قصص للأطفال ومؤلفة مناهج تعليمية للغة العربية لغير الناطقين بها لمدة سنوات طويلة، يعني أكثر من سلسلة لتعليم اللغة، وكان آخر سلسلة عملتها حاليا هي سلسلة سنابل العربية. بالتوفيق. بس احكي لي اكثر عن بداياتك، انت كيف اجتك فكره انشاء هاي الدار؟ كيف اتجهتي لهذا القطاع؟ والله انا اشتغلت بدايه كنت في سلك التعليم، يعني وعندي شغف كثير كبير في سلك التعليم، وتدرجت في كل المراحل، يعني من تعليم، لان انا علميه اصلا، فتدرجت من تعليم العلوم والرياضيات، بعدين انتقلت لتعليم العربي والصفوف الصغيره المرحلة الأولى، واندمجت معها كتير، وشاركت من خلالها في تأليف وفي المناهج، واشتغلت كمان مع دار نشر، ألفت العديد من المناهج رياض الأطفال، وبعدين انتقلت للعربية للناطقين بغيرها. بس كان يعني من شغف في تعليمهم كنت أطبق مع الأولاد، يعني لا أكون أنا مشرفة أكاديمية في المدرسة، مدارس كبرى يعني في الأردن، كنت أطبق على الأولاد، أشوف يعني شو ردود أفعالهم، شو كذا، شو حاجاتهم. فانطلقت من حاجات الطلبة نفسها، حاجاتهم في المراحل العمرية المختلفة، وكان لي عدة سلاسل في هذا التأليف لرياض الأطفال وللمرحلة الأساسية في اللغة العربية وفي التربية الإسلامية، كمان كان في لي مجموعة كمان فيها، وألفت كمان برضو للخليج في السعودية شركة مناهج العالمية، ألفت كمان لقطر، دولة قطر مناهجهم الحكومية، يعني الحمد لله رب العالمين. آخر شيء كان أنا يعني كنت أشتغل مع دار نشر، يعني مديرة إنتاج وتطوير وتأليف وتصميم، يعني أنا من الكتاب من بدايته بتأليفه لغاية ما يخرج مع الطالب، فهذا خلاني أعرف يعني تنسيق الكتاب كيف بيكون لكل مرحلة، الفونت، الخط، الرسومات، الكذا، هذا كله كانت يعني كلها اهتماماتي، كثير بهتم فيها، حتى لما أعطي للأولاد مثلا في المدرسة في أثناء يعني عملي كمسؤولة، أنت لا أقبل إلا تكون ورقة العمل واضح وين بده يكتب الطالب، واضح السؤال اللي بده يقرأه كيف، هل بيعرف يجاوبه أو ما بيعرف يجاوبه، إلا لازم يكون إله واضح، مش أنا اللي بدي أقرأ له السؤال أو شيء. فكان يعني فونت الخط والكذا كان كتير مهم، فهذا كنت أنا أشرف عليه.
فبعدين قررت اني انا افتح لحالي، ففتحت في 2017 دار الزينات للنشر والتوزيع. اعتبرت حالي انه كل اللي ألفته سابقا راح خلاص، وهلا انا بالجديد الحديث اللي بيراعي خصائص العمرية للطلبة وحاجاتهم وفق العصر اللي احنا موجودين فيه. نعرف انه هلا احنا عصر الالكترونيات والضعف كتير عند الطلبة في اللغة العربية، فحاولت انها تكون هاي المؤلفات تلبي حاجاتهم وتكون ممتعة، ودعمتها بكل الوسائل اللي تعين الأم وتعين الطالب وتعين المعلمة على توصيل المعلومة للأطفال حتى يشعروا بالمتعة في تعلمهم للغة العربية، ودعمت هذا بمركز زينتي. مركز زينتي فتحته لما استكملت كل المتطلبات اللي أنا بدي إياها، يعني نعم. كل المنتجات بداية هي كانت دار الزينات زي ما أنت شايفة، للطفولة دار، هذا كان حلم حياتي وأنا بعلم الأطفال، كثير كنت قريبة منهم كثير، يعني لا تستغربي قديش كان شغفي معاهم مع الأطفال والقصص أخذها منهم. فلما فتحت للطفولة دار عملت أول سلسلة، كانت سلسلة حكايات دودي، يعني هي بتمشي مع الأطفال من بتعلمهم الحروف، بتعلمهم كل المفاهيم والمعارف والمعلومات العلمية والاجتماعية والأخلاقية اللي هم بحاجة إلها في هذه المرحلة، بتعلمهم بس بأسلوب محبب، ودعمتها بأنشطة، دعمتها بألعاب تعليمية، دعمتها بمنهاج قوي جدا جديد وحديث لتعليم الأطفال، لكن هذا خليته كمان مدعم إلكترونيا، ما هو متعلق إلكتروني أنا بدي أعطيه كمان إلكتروني، فبقدر يسمع القصة مؤثرات صوتية، بقدر يشوفها مجسدة، جمل القصة مفرداتها كلماتها مجسدة برسومات واقعية، لأنه في ضعف كتير عند الطلبة ما بقدر يقرأه، بعدين بيحجم عن القراءة لما بشوف في كتابة كتير قدامه، فأنا حطيت له المادة يعني النص خير الكلام ما قل ودل اللي يقدر يعبر عنه ويشعر بالإنجاز لما هو بيقرأ وبيستمتع في القصة، ودعمتها في مناهج كمان مبتكرة سنابل العربية جديدة بكل المقاييس ومراعية فيها كل المتطلبات اللي لازم تكون موجودة في هاي السلسلة، موجودة اللي من صف الأول من المستوى الأول للمستوى السادس، هون أنا أقصد المستوى الأول مش صف أول، المستوى الأول يعني يقدر يبدأ فيه اللي مثلاً طالب بصف الرابع بس ضعيف كتير في اللغة العربية، يقدر يبدأ من المستوى الأول، هو ما بيشعر حاله إنه هو ضعيف، عارف إنه بدأ من المستوى الأول لأنه مش صف أول، هو بده يتقوى باللغة إلى أن يقدر يمشي في المراحل اللي بعدها. فكانت زينتي هذا المركز اللي هو مركز التعلم والمرح، يعني بيجي الولد على المركز بده يقرأ القصص، بتنقرأ له قصص بطريقة حلوة، بيعمل كاركترز للقصة، الشخصيات القصة بجسدها، بيعرف مسمياتها، بيلعب ألعاب تعليمية في قلبها، بيمارس نشاطات الديها التلوين، يحكي القصة، عملت له بيت لدودي في قلبها، يعني في نشاطات كتير مميزة بحيث انه فعلا يتعلم ويشعر بالمرح. يعني هدفي الأساسي هو تقوية اللغة العربية عند الطلبة، يعني احنا عم بنعاني من ضعف شديد جدا في اللغة العربية، يعني الأولاد مثلا بيقرأ بس ما بيعرف، يعني هو بيقرأ ما بيعرف شو عم يقرأ، يعني سأليه شو قرأت ما بيعرف شو قرأ، ف يعني حتى توصل إلى الفهم المقروء عندهم ويكون قراءته مش بس فك رموز، معظمهم بتكون هي عبارة عن فك رموز، يعني بيهجي وهو بيقرأ، لازم يوصل لمرحلة أنا عندهم بيتدرب إنه يوصل لمرحلة يفهم شو عم يقرأ. بنفس الوقت في اهتمام في المركز في المحادثة والاستماع، أنا بسمعه بسأله في اللي سمعه. في المحادثة كمان كيف يعبر عن رأيه، كيف يعبر عن، بعدين بركز كمان على المواطنة والولاء والانتماء، احنا بنعيش في الدولة والدنيا المفروض يكون عندنا هذا الولاء والانتماء، المحافظة على الماء، المحافظة على البيئة، اتباع التعليمات، الالتزام بالقوانين، هذا كله لازم نكون احنا يعني نهجنا في تربية الأولاد عليه، وبعدين انتمائنا لجلالة الملك، يعني حتى يعرف مين حاكمنا وقديش الجهود اللي بيبذلها في ظل المشاكل اللي عم بنشوفها احنا حوالينا، يعني حوالين الواقع اللي احنا موجودين فيه، فحتى الولد يكون فعلا ماشي مع الدولة ويراعي، يعني خاصة في فترة جائحة كورونا، يعني شوف احنا قديش تعرضنا لمشاكل مع الأطفال في فترة جائحة كورونا، فحتى يكون قادر الطفل على انه يستوعب
انه هاي ظروف والدوله بتبذل كل مجهودها حتى تحافظ عليه وعلى صحته وما الى ذلك. نعم، بس تحكي لي شوي عن اهم المشاكل اللي انتم عم بتواجهوها بهذا القطاع. والله اقول لك مشاكل بمعنى كلمه مشاكل ما فيها هذه المشاكل يعني لوجستيه او كذا، الحمد لله يعني الامور طبيعيه ما في هذيك القصص. وكان احنا لانه يعني فتح المركز كان بترتيب، زي ما قلت لك انا بدايه لما فتحت 2017 انا فتحت لطفولتي دار، هذا حلمي كان. فاخذت معي دار الزينات بين ما توجدي المؤلفات وتوجدي المرفقات التابعه للمؤلفات اللي هي بطاقات تعليميه، العاب تعليميه، هاي كلها بدها تاخذ وقت بالتصميم والانجاز والطباعه وكذا الى ان استكملت جميعها هاي كلها. فتحت زينتي اللي هي لطفولتي دار، فلما فتحت زينتي فتحته براحه، يعني الديكور الاشياء اخذت وقتها بحيث انها تكون فعلا مناسبه للطفل. انا بدي اياه يفوت يشعر بالارتياح، يعني اذا بتلاحظي انت مهوي المكان كثير مضوي، الديكورات الموجوده فيه كثير يعني بتحفزه انه يجي ويشوف، بدي اياه يقعد ماخذ راحته بالقعده، بدي اياه يلعب، عم بحضر لهم بطاقات تعليميه، العاب تعليميه، كل شيء بده يعمله تعليمي، حتى الالعاب الشعبيه اللي احنا متعودين عليها طاق طاق طاقيه وغيرها ودبكات على دلعون بيتعلموها بس من خلال الحروف اللي بيتعلمها، من خلال الكلمات اللي المفروض انه تكون مخارج الحروف فيها سليمه، الالعاب اللي بعطيها بيشتركوا فيها في العاب جماعيه لانه عندهم مشكله كمان في اللعب التعاوني مع الاطفال حاليا. ليش؟ لانه هو اصلا الطفل متمسك في الموبايل ومتمسك في الالعاب الالكترونيه، فهو يعني متوحد لحاله، يعني صعب انك تشركيه مع غيره، يعني حتى تقولي اثنين اطفال يتفاعلوا مع بعض، هذا في عندنا مشكله فيها، يعني انا ببذل مجهود حتى يكونوا كلهم مع بعض، يلعبوا مع بعض، يكونوا يعني زمره واحده، ما يكون انه لا بده يروح يلعب لحاله، فلما بيقعدوا على الطاولات بيلونوا وبيشتغلوا لازم يكون في اشياء بيشتغلوها جماعي، لانه هذا كمان من ضمن المهارات الادائيه اللي لازم انه يؤديها، يعني اضافه للتركيز والانتباه كمان التواصل والتعامل مع الاخرين وتقبل الاخر ومسامحة الآخر والاعتذار، ثقافة الاعتذار هي أصلاً أنا مضممة بالقصص اللي عم يأخذها، لكن بحرص على أنها تكون مطبقة معاهم في أثناء تفاعلهم مع في المكان. فمشاكل بمعنى كلمة مشاكل ما لا أعتقد أنه في عندي مشاكل. إذا كان في شيء كان بيضايقني فعلاً كان أنه الأطفال اللي لما يجوا ألاقي الضعف الشديد اللي في اللغة العربية، يعني مثلاً ألاقي طفل صف رابع ابدا معه من المستوى الاول، يعني بالمستوى الحرفي ما بيميز، يعني بيعرف الحروف بس ما بيعرف اصواتها، ما بيعرف يقرا، لما بتيجي تكتبين ما بيعرفش يكتب الحروف والكلمات بالطريقه الصحيحه. فكانت هاي هي اللي كانت تضايقني. وكانت عندنا يعني في فتره الصيف كان في برنامج عندنا احنا دورات تقويه للاولاد تاسيسيه، والحمد لله نجحت انه كان في منهم طلعوا يقراوا ويكتبوا وكانوا يجوا باستمتاع ويبلشوا يروحوا من المكان، وبتدربوا عندي على القراءة على الكتابة على التحليل وتركيب وكتابة الكلمات بأصولها، لأنه كل منهاج أنا عملت له يعني بدءا من رياض الأطفال غير الكتاب، يعني مثلا الكتاب بيكون تابع لقصة، يعني بدي يسمع القصة يحدثني عنها، بعدين بدي يشوف لوحة من القصة بدي يحدثني عنها، بيطلع الجمل بعطيه إياها بطاقات بيشوفها بدي يركبها، بدي أحط كل صورة مع كلمتها، بس يخلص ويتمكن منه ويتمكن من الحرف برجع بعطيه انا قطع بده يركبها ويرجع يركب لي كلمات من حروف وتعلمها. فهذا خلى عنده متعه، وكل مره عنده نشاط جديد، كل مره عنده حركه جديده، تجديد نشاط في داخل المركز، فخلى عندهم اقبال اكثر. يعني كان انا كنت مثلا مخططه في هذا اليوم مثلا بدي اعطي هذا الحرف بدي اعطيه، الاقي حالي فعلا انجزت. ليش؟ لانه هو متقبل، الأطفال نفسهم تقبلوا هذا الحكي لأنه مش شاعر حاله أنه هو جاي عم بيتعلم مدرسة، يعني كانوا فاكرين بالأول أنه جاي ياخذ مدرسة، أنا ما بدي مدرسة، هو بالصيف، فلاقي حاله عم بيلعب ما عم بيجي يعني على أساس أنه بده يكتب، حتى لما بده يكتب بعطيه أنا أوراق عمل يستمتع فيها، لكن أنا من خلالها بكشف وضعه، بقدر أعرف شو وضعه بالاستماع وبالمحادثة بالقراءة بالكتابة. فلما بيجيني بالمرة الجاي بعطيه ما يناسبه، كل طفل بعطيه بناء على كل مرة شو شفت أنا عنده، بعطيه المهارة اللي هو بحاجة إلها. فهيك أنا بكون عززت كمان المهارات اللي هي مهمة جدا جدا عند أطفالنا، المهارات الأدائية اللي هي الملاحظة والتركيز والانتباه، وهي بقدر أقول لك
بالمعنى المضبوط مفقودة. نعم. ما بيركز وما بينتبه. انت بتحكي معه ما في اي كونتاكت معك، يعني يشوفك بجاوبك هو فكره مشغول بشيء تاني. فهو انا قدر الامكان بعطيه شيء اللي يركز فيه يستمتع ويشعر في الانجاز انه انجزه، وبنفس الوقت بشرح له انه عم يقرا. يعني انا مثلا بعطيهم مجموعه بطاقات بده يعمل منها كلمات، بيعمل منها جمل، بده يعمل منها، بحس حاله بسيطه. اي والله سهل القراءه، بده يعبر عن صوره مثلا، بعطيهم القصص نفسها مفكفكه، بده يرجع يحكي لي اياها، يرتبها، يرتب احداث القصه بالصور، يرتب احداث القصه بالجمل، بده يقراها. مش هالشيء الصعب عليه، ما بحطلوش إشي فوق قدراته، وبكون هذا بعد ما أشوفه أنا أكثر من مرة وأعرف حاجته. فبالتالي لما باجي بقى أنا بعطيه بكون حسب قدراته هو وحسب حاجته، فبشعرش إنه ماخذ إشي أعلى من قدراته ولا أوطى من قدراته. يعني أحيانا بيكون عندي في السيشن نفسها في مستوى صف أول وفي مستوى صف رابع وفي مستوى صف خامس، وبيمشوا مع بعض كلهم، في أشياء بيمشوا فيها مع بعض، لكن بعدين كل واحد بيمشي على مستواه. نعم. سواء كان في الأسئلة الاستيعاب اللي بدي إياها منه على شيء أنا بعطيه على اللوحة الإلكتروني، أو بدي يكون في الأشياء اللي أنا بعطيها كتابية يعملها. هلأ هذا البرنامج حتى فتحت زينتي دعمته إلكترونيا. أنت بتحب الإلكتروني، أنا بعطيك إلكتروني. أنت ضعيف ومش لاقي حدا يدرسك في البيت، أنت بتقدر تأخذ الكتاب وتشغل، في معلمة بتعلمك، في صوت بيعطيك مخارج الحروف صح، الإجابات صحيحة، القراءة السليمة، يقدر يحاكيها يعيد مرة تانية وثالثة حتى يقرأ بشكل سليم ويقرأ بشكل واضح. هيك أنا بكون دعمت تعلم اللغة العربية. طبعا هذا من خلال منهاج اللي قلت لك عنه اللي هو رياض الأطفال، عندي سلسلة حكايات دودي، برنامج كامل متكامل فيه معه خططه، مع أدلة معلم للمعلمة، مع أوراق عمل، معه تقييم بعد كل وحدة للطلاب تعرف وين صار مستواهم، وفي سنابل العربية 1-6 كل، وفي مهارات، سلسلة مهارات كتابية، سنابل مهارات كتابية كل مستوى له كتاب مهارات كتابية، هذا كمان مدعم إلكترونيا. نعم. ننتقل إلى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلالة ماذا ستقول له؟ والله هذا يعني شرف عظيم كثير كبير، يعني حلم انه الواحد يلتقي بصاحب الجلاله. والله انا بدي اشكره صراحه على الجهود اللي بيبذلها صاحب الجلاله في تنشئه الاجيال، يعني هو عم بيهتم بالشباب، خاصه كمان صاحب السمو ولي العهد، يعني له كثير برامج ضاد وغيرها من برامج جلاله الملكه كمان، يعني اهتمامهم بالنشء. واحنا زي ما قلت لك احنا اذا اهتمينا كثير بالطفوله احنا بننشئ جيل واعي، جيل قوي، جيل بننشئ وطن. لما بنغذيه بالولاء والانتماء والحكمه والوطنيه بيكون هذا كثير حلو. فجلاله الملك كثير بيهتم بالشباب، وكثير بيهتم في الاطفال، كثير بيهتم كمان في ذوي الاحتياجات الخاصه، كثير بيهتم في الايتام، وهذا فخر كثير كبير لنا. كثير بيهتم بالقضايا، قضايا الامه. وبعدين بيكفيك فخر انه هو احنا يعني البلد اللي استضاف كل هاللاجئين وكل هذا، وقدرنا نوقف على رجلينا بعد كل هالجائحات اللي اجت علينا، وهذه ما كانت الا بقياده الحكيمه. يعني لما كان احنا متابعين، يعني لما بيحصل اي مشكله بتلاقي هو بوقف على راس الحكومه، على راس البرلمان، على راس الشيء، بيمشيها بالمسار الصحيح. فاحنا الله يطول عمره خلينا اياه ان شاء الله. كيف يمكن للساده المشاهدين التواصل مع حضرتك؟ تحكي لي اكثر وين موقعكم بعمان وطرق التواصل معكم. احنا بعمان بخلدة عمارة الماسة الطابق الثالث، وعندنا موقع يعني بيقدروا موقع في الانستغرام، موقع في الفيسبوك كمان، بيقدروا بيحكوا تليفون وبينزل البرامج، يعني تنزل البرامج عليه، بيقدروا يحكوا تليفونات يحجزوا للدورات. يعني هل بينزل برنامج جديد عندي انا لقدام، راح يكون برنامج داعم للمدارس للاطفال، للطلبة اللي هم عندهم مشكلات. انا مش بدي ادرسهم المادة، يعني أنا ما بدي يجي عندي يدرس هو واجباته المنزلية، لا، أنا بدي أدعم مادته هو اللي عم بياخدها، بدي أدعم فكره، بدي أدعم محادثته، بدي أدعم تعبيره، بدي أدعم طريقة تفكيره في حلها. فهذا رح يكون إن شاء الله لقدام، يعني مع الطلبة. وأنا كمان عملت كتاب جديد هو اسمه سنابل التقوية. هذا الكتاب داعم لحتى يعوض الطلبة اللي راح عليهم كورونا،
يعني طالب الصف الأول اللي خلص صف أول طلع صف تاني المفروض إنه متقن الحروف عارف اللي بيطلع لصف تاني عنده جمل عنده فقرات بدي يقرأها منين وهو ما أنجز شيء ما بيعرف يقرأ ويكتب. فأنا عملت له هذا الكتاب كتير خفيف 6 وحدات في كل الأساسيات اللي لازم يأخذها بتأهله للصف الثاني. فالمعلمة بتقدر أول شهر من المدرسة ما تبدأ كتابه الصف الثاني ينجز هذا الكتاب بيقدر يفوت بصفه بكل رياحة. هلأ نفس الشيء من الصف الثاني اللي طلع صف ثالث كمان لساته ضعيف وما بيعرف يقرأ وما بيعرف بيقدر يأخذ هذا الكتاب يخلصه ممكن أقل من شهر ينجزه بس بتأسس بكل الأساسيات اللغة اللي لازم يأخذها. ابن الصف الثالث اللي طالع على الرابع كمان نفس الشيء. فهي أنا عملته له دعم ومواضيع كتير سهلة وحلوة وأنا دايما بتبع الواقع يعني ببدأ دايما من معلومات من الطفل نفسه لأوصلها للعالم. يعني لازم يحكي يأخذ كل المعلومات اللي تتعلق فيه هو من مثله هو في التزامه في أخلاقه في أدب وأعزز القيم والأخلاق بعدين أسرته بعدين علاقاته مع المجتمع مع الدولة مع المواطنة مع غيرها إلى أن أصل للعالم كيف بدي أقدر أنا أخليه هو فعلا يكون من المبتكرين اللي بيقدر يطلع منه إشي جديد. يعني هذا يعني منهجية في التأليف. شكرا لك. وفي نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين نود أن نشكر السيدة زينات على حسن استضافتها لنا وعلى أمل اللقاء بكم مجددا. نورت ساعتنا. تسلم. شكرا لك. شكرا لك. كل السلام.